قداسا احتفاليا اقيم في كنيسه الفادي الانجيليه اللوثريه في القدس بمناسبه تنصيب المطران سني ابراهيم شارلي عازر مطرانا للكنيسه الانجيليه اللوثريه في الاردن وفلسطين. باجواء سادتها الفرحه اقيمت مسيره لاستقبال المطران من قبل المجموعات الكشفيه وممثلي الكنائس والاهالي في شوارع القدس القديمه وصولا الى كنيسه الفادي. في بداية القداس التي شارك فيه ممثلي الكنائس ورجال دين من مختلف أنحاء العالم وممثل عن جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن الأستاذ خالد الشوابكة وممثل عن رئيس الفلسطيني الأستاذ زياد البندك وعدد كبير من الوجهاء وأهل المطران، حيث امتلأت مقاعد الكنيسة بالمحتفلين بهذا التنصيب. رحب المطران منيب يونان بالحضور وشكر الله على هذه النعمة. وخلال القداس تم تنصيب المطران الجديد مطرانا للكنيسة اللوثرية في الأردن وفلسطين. يباركك الله لتأتي بخبر كثير. المطران سني اتخذ موضوع الوعظة من إنجيل يوحنا، حيث يقول يسوع: لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. فشكر أولاً يسوع المسيح الذي رافقه في حياته ومسيرته حتى يومنا هذا. المطران سني الذي ولد في لبنان في مدرسة شنيلر تعلم في بيت لحم وبيت جالة، درس اللاهوت في ألمانيا حيث تعرف على الاتجاهات اللاهوتية المتعددة. عاش 30 سنة الماضية بين أعضاء كنيسة الفادي في القدس، وها هو اليوم وقد دعاه الرب لتسلم مسؤولية جديدة في حقله الواسع. وأكد المطران بأن الكنائس الستة هي كنيسته اليوم، وارتباطه مع كل الكنائس هو ارتباط متين مبني على المحبة وعلى الاحترام. إنه الواحد يشوف محبة الناس بشكل هذا، بتمنى إنه تيجي أيام يكون فيها كله محبة وسلام واتفاق مع بعضنا البعض، نكون كلنا وحدة واحدة ببلد واحدة شعب واحد. سلمت ما تسلمت إياه، لهذا السبب اليوم علينا أن نفكر بأنه ما كان شعاري كان وسيبقى. لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص. الشرق الأوسط والكنائس في الشرق الأوسط والشعوب في الشرق تحتاج فقط محبة، المحبة المسيح التي تأتي بالعدالة بالحرية بالسلام وتأتي بالخلاص لجميع أبناء هذا الوطن العزيز. وهذا هي رسالتي هي محبة، الاستمرار في حمل إنجيل المحبة في عالمنا. أنا عرفته منذ كنت شاباً في الكنيسة الإنجيلية في فلسطين، وكان مسؤول عني في الشبيبة، واليوم أأتي حتى أفرح بهذه المناسبة بتنصيبه مطراناً وراعياً وخادماً للكنيسة في الأردن والأراضي المقدسة. طبعاً إحنا جداً فرحانين لأنه الشعلة بعدها ماشية في المسيرة، في مسيرة الحمل الرسالة والشهادة الحية في الأراضي المقدسة وخصوصاً في مدينة القدس وفي فلسطين والأردن والأراضي المقدسة بشكل عام. هذه الشعلة ستبقى دائماً مشتعلة تحمل بشرى والمناداة في ملكوت السماوات والتوبة. وبعد الانتهاء من الاحتفال أقيم حفل استقبال في قاعة الكنيسة. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة الفادي الإنجيلية اللوثرية القدس.